وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرة الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الأهرام استعداداً لمباراتي سوازيلاند في المنتخب تكتمل اليوم، وأجيري يجتمع مع صلاح لبحث موقفه. الأخبار المسائي، الإجهاد يضرب الفراعنة، أجيري يركز على الجلسات النفسية ومؤتمر صحفي الخميس. الجمهورية، معسكر منتخبنا، مستشفى عام. الوطن سبورت، تأجيل انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب. في الجول، مدرب إيسوان تيني، ثلاث مميزات تمنح منتخب مصر الأفضلية ليس صلاح فقط. الأمن يقلل عدد الجماهير في مباراة مصر وسوازيلاند ل 15,000 مشجع. أجيري يوافق على حضور الجماهير لتدريب المنتخب الأخير استعدادا لسوازيلاند. أبو ريدة يصطحب أعضاء الجبلية لمران المنتخب اليوم. الشروق، أحمد علي يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة. 1-3، أجيري يرفض ضم بديل لأحمد علي بعد استبعاده للإصابة. كورة، أجيري يحذر طارق حامد والنني قبل لقاء سوازيلاند. بوابة أخبار اليوم، اتحاد الكرة يعلن موعد معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين. فيتو، اتحاد الكرة يجهز بديل لعامر حسين برغم رفض استقالته. الأخبار المسائي، فراعنة الصلاة يبحث الفوز أمام بنما بعد تعادل الأرجنتين التاريخي. بوابة الأهرام، محمد صلاح يتفوق على ميسي ونيمار بتصويت الجماهير للكرة الذهبية. سكاي نيوز، بعد نشر الدليل رونالدو قد يواجه الترحيل أو العودة لبلده. حاس السباق للكرة الذهبية، غريزمان يعترف ميسي ورونالدو أسطورتان. سبورت 360، هجرة جماعية لعشر لاعبين من اليونايتد في حالة بقاء مورينيو.